يبدو أن العراق مكتوب عليه اللوعات، مكتوبة عليه المصائب. مأساة جديدة في العراق تعيد للواجهة مشاهد أليمة مماثلة قبل أكثر من شهرين بحريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، والذي خلف أكثر من 80 قتيلا. الكارثة تتكرر الآن في محافظة ذي قار، وتحديدا في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، باحتراق مركز مخصص لعزل مصابي كورونا في حادث أودى كذلك بحياة العشرات. وعقب الكارثة جمع رئيس الوزراء مصطفى القاضمي وزرائه ومسؤوليه في اجتماع عاجل انتهى بقرارات عدة، أبرزها فتح تحقيق حكومي وإقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني بالمحافظة وإخضاعهم للتحقيق. أما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فوصف الحادث بالفاجعة وعده دليلا واضحا للفشل الكارثي، متحدثا عن خيارات سيدرسها المجلس. ووفقا لدائرة الصحة في ذي قار، نجم الحريق عن انفجار اسطوانات أكسجين لتكون هذه المأساة نسخة طبق الأصل لتلك التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب نهاية إبريل الماضي.